بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بوابة الوفد التعليمية. معكم النهاردة أستاذ هيثم دياب، مدرس مادة الكيمياء للمراحل الثانوية بمركز فؤوس محافظة الشرقية. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله منهج الكيمياء. هنبدأ بالباب الأولاني، وهنبدأ مع بعض إن شاء الله بمقدمة بسيطة كده عن الباب الأولاني، ونعرف إيه هو الباب ده، بيتكلم عن إيه. الباب ده أصلا بعنوان العناصر الانتقالية. ايه هي الاول العناصر الانتقالية؟ طبعا احنا عندنا معلومات قديمة من تانية ثانوي، ان احنا طبعا درسنا الجدول الدوري، وعرفنا ان الجدول الدوري ده عبارة عن اربع فئات. الاربع فئات دول اللي هما الفئة S اللي بتبقى في يسار الجدول، وبعدين عندنا الفئة B في يمين الجدول، وعندنا الفئة D في المنتصف، وتحتيها الفئة F. الفئات الاربعه دول عباره عن اربع انواع. اول نوع منهم اللي هي العناصر الممثله، ودي تشمل طبعا عناصر الفئه اس ومعاها خمس مجموعات من السته بتوع الفئه بي. النوع الثاني وهي العناصر الخامله، ودي بتشمل المجموعه الاخيره في الفئه بي، ده النوع الثاني. عندنا النوع الثالث والرابع، ودي عناصر المجموعه دي والمجموعه اف، او الفئه دي والفئه اف. المفروض طبعا دي كلها عناصر انتقاليه، بس هي اصلا بتنقسم لنوعين. عندنا عناصر انتقاليه رئيسيه وعناصر انتقاليه داخليه. احنا عندنا هنا في المنهج السنه دي يعني بندرس الانتقاليه الرئيسيه، وهي الفئه دي، ده بدايتنا في العناصر الانتقاليه. يبقى احنا طبعا المفروض العناصر الانتقاليه دي احنا هناخد منها بس العناصر الانتقاليه الرئيسيه. طيب ايه هي العناصر الانتقاليه الرئيسيه؟ عندنا العناصر الانتقاليه الرئيسيه دي بتشمل اربع سلاسل. الاربع سلاسل دول عندنا السلسله الانتقاليه الاولى، السلسله الانتقاليه الثانيه، والثالثه والرابعه. طيب هناخد بس معلومه كده عن كل واحده فيهم، زي تعريف كده هنعرف كل واحده فيهم. عندنا السلسله الانتقاليه الاولى، دي سلسله بتبدا في الدوره الرابعه، ودي بتشتمل على 10 عناصر. هنبدا بالسلسله الانتقاليه الاولى. زي ما احنا قلنا السلسله دي عباره عن 10 عناصر. بدايتنا عنصر اسمه الاسكانديوم اس سي، عدد الذري 21، ونهاية السلسلة الانتقالية الأولى وده عنصر الخرسين اللي هو زد ان، عدد الذري 30. ودول العشر عناصر اللي احنا هندرسهم تفصيليا في المنهج بتاعنا السنة دي. يبقى نرجع تاني للسلسلة الانتقالية الأولى، قلنا بتشتمل على 10 عناصر، بتبدأ في الدورة الرابعة، تبدأ بعنصر الاسكانديوم، تنتهي بعنصر الخرسين. طيب أعرف العناصر دي ازاي؟ كمان من ضمن الكلام عنها ان العناصر دي بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3D. يعني لما نيجي نوزع اي عنصر من العشر عناصر دول هنلاقي نهاية التوزيع بالمستوى الفرعي 3D. تمام كده، دي السلسلة الانتقالية الاولى. عندنا السلسلة الانتقالية الثانية، دي بتبدأ بعنصر اسمه اليوتيريوم، ده رمزه Y، وطبعا بتنتهي بعنصر رمزه CD، وده عنصر الكادميوم. السلسلة دي بتبقى موجودة في الدورة الخامسة، وتشمل برضو على 10 عناصر. السلسلة دي برضو بعرفها منين؟ دي بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4D. دي السلسلة الانتقالية التانية. نيجي للسلسلة الانتقالية التالتة، ودي برضو بتشتمل على 10 عناصر. العشر عناصر دول بدايتهم عنصر اسمه اللانسانيوم، رمزه LA، وتنتهي بعنصر الزئبق HG. دول الثلاث سلاسل بتوعنا. السلسله الانتقاليه الثالثه طبعا بتقع في الدوره السادسه، بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 5D. ده كده التعريف كده بكل سلسله في السلاسل الثلاثه الاولى. اخر سلسله معانا وهي السلسله الانتقاليه الرابعه، ودي طبعا بتقع في الدوره الاخيره وهي الدوره السابعه، ودي برضو بتشتمل على المفروض ان هم 10 عناصر، والعشر عناصر دول طبعا بيتتابع فيهم امتلاء المستوى الفرعي 6D. ده كده مقدمة بسيطة عن الفئة دي عموما، الأربع سلاسل اللي موجودة فيها. احنا بس هناخد من الناس دي كلها السلسلة الانتقالية الأولى اللي هم العشر عناصر، اللي احنا هيبقى بدايتنا الاسكانديوم ونهايتنا الخرسين. هندرس العشر عناصر دول بالتفصيل، هنعرف كل واحد فيهم استخداماته، هنعرف لو ليه مركبات، هنعرف المركبات دي استخداماتها ايه، كل الحاجات دي كلها تفاصيلها طبعا جزء نظري كبير جدا، يعني اكيد الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم عنه بالتفصيل، بس طبعا هنحاول على قد ما نقدر نشوف الحاجات المهمه اللي موجوده في الجزء ده ونشرحها مع بعض ان شاء الله بالتفصيل. طبعا هيبقى بدايتنا السلسله الانتقاليه الاولى، وزي ما احنا قلنا السلسله دي بتشتمل على 10 عناصر. هنكتب العشر عناصر كلهم بقى بالتفصيل عشان هنبدا نشتغل عليهم كلهم واحد واحد. بدايتنا قلنا عنصر الاسكانديوم، ده رمزه اس سي، وده عدد الذري 21. العنصر رقم 2 التيتانيوم، وده عدد الذري 22. اللي بعديه الفانديوم، عدد الذري 23. اللي بعديه الكروم، وده عدد الذري 24. بيجي بعديه عنصر المنجنيز
ام ان وده عدد الذري 25، بيجي بعديه عنصر الحديد وده عدد الذري 26، بعديه الكوبالت عدد الذري 27، النيكل وده عدد الذري 28، وعندنا كمان عنصرين باقيين النحاس 29 والخرسين 30. هم دول 10 عناصر بتوعنا اللي هنتكلم عنهم تفصيليا، هنعرف كل واحد فيهم استخداماته، لو ليه مركبات هنعرف استخدامات المركبات دي ايه، بتدخل في الصناعه في صناعات ايه معينه. طبعا كل الكلام ده هنبدا ندرسه مع بعض بالتفصيل بدايه من السلسله الانتقاليه الاولى اللي احنا هنتكلم عليها. هنبدا مع بعض باول عنصر معانا وهو عنصر الاسكانديوم اللي هو الاس سي، وزي ما احنا قلنا قبل كده عدد الذري 21. اول حاجه هنبدا بالتوزيع، وده طبعا التوزيع ده هيبقى ثابت على العشر عناصر كلهم. التوزيع كله بتاع العشر عناصر بيبقى عباره عن الاي ار اللي هو الاراجون، وده عدد الذري 18 وده عنصر خامل. طبعا احنا بنوزع التوزيع الاقرباس خامل، بيبقى معانا طبعا الاراجون ده اقرباس خامل للعناصر العشره بتوعنا كلهم. بعد كده بيجي المستوى الفرعي الفور اس، وبعديه المستوى الفرعي 3 دي. الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده هيبقى ده ثابت على العشر عناصر كلهم نفس التوزيع، اللي هيختلف بس في عدد الالكترونات اللي هيتحط فوق الفور اس والثري دي. اول طبعا عنصر معانا الاسكانديوم ده، طبعا الاس احنا عارفين من قبل كده ان هو بياخد 2 الكترون، هيتحط في الاس 2 الكترون، هيتبقى طبعا كده 20، هيتبقى الكترون واحد بس هنحطه في الدي، وده التوزيع بتاع عنصر الاسكانديوم. تمام كده. طبعا زي ما احنا قلنا في الاول ان في جزء نظري كبير جدا مش عايزين، يعني هياخد مننا وقت طويل، مش محتاج ان احنا نتكلم عنه. طبعا ان هو ان الاسكندم ده من العناصر اللي موجوده بكميات صغيره جدا في القشره الارضيه، وموجوده على نطاق واسع جدا فيها. طبعا الاسكندم ده ليه استخدامات كتيره، من اهمها ان هو بيستخدموه في سبائك مع الالومنيوم علشان خاطر يعملوا منه الطائرات الميجا المقاتله، لانهم وجدوا ان الاسكندم مع الالومنيوم ده بيبقى الطائرات دي بتبقى خفيفه وفي نفس الوقت بتتحمل الصدمات، لان دي طبعا طائرات مقاتله، فالالومنيوم لوحده مش كافي ان هو يفي بالغرض ده، فوجدوا ان السبيكه الاسكندم مع الالومنيوم بتقدر تقوم الغرض ده بصوره كويسه جدا. تاني استخدام من استخدامات الاسكندم، وده قالوا ان هو بيضاف الى مصابيحها بخرط الزئبق، وده طبعا الكلام ده بيبقى موجود في كاميرات التصوير واستخدموه، وجدوا ان هو التصوير اثناء الليل مع الاسكندم مع بخرط الزئبق، وجدوا ان هو بيدي اضاءه بتشبه ضوء الشمس من شده او من قدره الاضاءه دي، ان هي قويه جدا، شبهوها بضوء الشمس، اللي طبعا ما فيش حاجه هتضاهي ضوء الشمس، بس قالوا ان هي بتدينا كفاءه عاليه جدا بتشبه ضوء الشمس. دي كلها استخدامات من استخدامات الاسكانديوم، ملوش مركبات عندنا في المنهج الاسكانديوم. تاني عنصر معانا وهو عنصر التيتانيوم اللي هو تي اي، وده عدد الذري 22. التوزيع بتاعه نفس الطريقه بالظبط، هيبقى اي ار 18 4 اس 2 3 دي 2. ده التوزيع بتاع التيتانيوم اللي هو العنصر رقم 2 معانا. التيتانيوم من العناصر برضو اللي وجد ان هو لما بيدخل في سبائك مع عناصر تانية، وجد ان هو بيدينا خواص مهمة جدا ومميزة جدا. اول حاجة وجد ان هو في سبيكة مع الالومنيوم دخلوه في صناعة الطائرات ومركبات الفضاء. ليه؟ قالوا ان هو بيتحمل السبيكة طبعا التيتانيوم مع الالومنيوم، وجد ان هي بتتحمل درجات الحرارة العالية في الوقت اللي بتقل فيه كثافة او المتانة بتاعت الالومنيوم. تمام. رقم 2 معانا من استخدامات التيتانيوم، قال ان هو بيدخل في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. ليه؟ طبعا ممكن يجي لي السؤال ده، علي يقول لي علي يستخدم او تستخدم سبيكه التيتانيوم والالومنيوم في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. قالوا انه الجسم لا يلفظه ولا يسبب اي نوع من انواع التسمم. طبعا احنا عارفين ان مش اي حاجه تبقى موجوده داخل الجسم، طبعا عنصر التيتانيوم ده من العناصر ازاي هيتعمل منه اسنان وهتعمل منه مفاصل صناعيه، فقال لك ان العنصر ده بيتميز بان هو الجسم لا يلفظه، ما بيطردوش، ما بيتعاملش معاه كان هو حاجه من بره الجسم ولا اي حاجه خالص، بيتعامل معاه لان هو حاجه كانها موجوده في الجسم طبيعيه جدا، وما بيسببش اي نوع من انواع التسمم، عشان كده بيدخل في الصناعات المهمه دي جدا في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. في عندنا مركب مهم جدا من مركبات التيتانيوم وهو ثاني اكسيد التيتانيوم، وده بيستخدموه في صناعه مستحضرات التجميل الواقيه من اشعه الشمس الضاره. طبعا وجدوا ان الدقائق النانويه بتاعته لما بيدخلوها في صناعه مستحضرات التجميل دي، وجدوا ان هو بيقي من الاشعه فوق البنفسجيه الضاره بالجلد. العنصر رقم 3 معانا وهو عنصر الفانديوم الفي، عدد الذري 23. برضو التوزيع بتاعه نفس التوزيع هو هو اللي احنا ماشيين بيه، اي ار 18 4 اس 2 3 دي 3. تمام كده. ده التوزيع بتاع عنصر الفانديوم. الفانديوم من العناصر برضو اللي ليه استخدام مهم جدا، قالوا ان هو بيستخدم في سبيكه مع الصلب، بيصنعوا منه زمركات السيارات.
زمركات السيارات دي اللي هي السوست بتاعت العربية. طبعا احنا عارفين ان سوست العربية دي مصنوعة من الصلب، فلو الصلب لوحده، وطبعا الصلب ده معرض للمية، تمام، معرض للهواء، معرض للاكسجين طبعا اللي موجود في الهواء، فبالتالي هيصدي، هيحصل له تآكل. طبعا الصدى والتآكل ده طبعا في سوست العربية اكيد طبعا هتعملها مشاكل كبيرة جدا. ايه البديل بقى للكلام ده؟ قالوا ان وجدوا ان الفانديوم لما يضاف جزء ضئيل من جدا منه، طبعا مش كمية كبيرة كمان ولا حاجة، ده جزء ضئيل جدا منه مع الصلب، وجدوا ان هو بالسبيكة دي بتبقى مقاوم للصدى والتآكل، وفي نفس الوقت بتتميز بالقساوة العالية، يعني الصلابة بتاعتها والقساوة بتاعتها عالية جدا جدا، زائد كمان ان هي بتبقى طبعا بتقي من الصدى والتآكل. ده استخدامات الفانديوم نفسه، قلنا في سبيكة مع الصلب. اهم مركب من مركبات الفانديوم، وده خامس اكسيد الفانديوم اللي هو رمزه V2O5. المركب ده ليه استخدامات كتيرة جدا، تمام، اولها واهمها طبعا بيستخدم كعامل حفاز في تحضير حمض الكبريتيك، ودي طريقة بنسميها طريقة التلامس، هنتكلم عنها قدام بالتفصيل وهنشوف المعادلات بتاعتها. احنا بس جزء نظري كده عايزين يعني نتكلم عنه بسرعة شديدة شوية عشان خاطر ما ياخدش مننا وقت. وده قلنا استخدامات الخامس كود الفانديوم، قلنا بيستخدم كعامل حفاز في صناعة حمض الكبريتيك بطريقة التلامس، بيستخدموه برضو في صناعة السيراميك والزجاج كصبغة، كمان بيستخدموه كعامل حفاز في صناعة أو تحضير حمض البنزويك، ودي طبعا ده حمض عضوي، طبعا أكيد ليه كلام كبير جدا في الكيمياء العضوية في الباب الخامس عندنا في المنهج، بس طبعا مش وقتها إن احنا نتكلم عنه دلوقتي. ده استخدامات اللي هو الخامس أكسيد الفانديوم، الاستخدامات اللي احنا قلنا عليها. ده بالنسبة للفانديوم والمركبات بتاعته اللي هو خامس أكسيد الفانديوم، العنصر رقم 3 معانا. نيجي العنصر رقم 4 وهو الكروم. العنصر ده فيه مميزات برضو موجودة فيه عن أي عنصر تاني، أو طبعا كل عنصر بنشوف إن هو بيتميز بحاجات كده مش موجودة في أي حد تاني. نفس الكلام عن الكروم، بس الكروم عندنا كلام فيه كتير شوية. نيجي للتوزيع بتاعه، هنلاقي التوزيع بتاعه AR 18 كالعادة. نيجي بقى للفور اس والثري دي، عندنا المعلومة قديمة من السنة اللي فاتت إن احنا الكروم ده عنصر شاذ التوزيع. يعني ايه عنصر شاذ التوزيع؟ طبعا احنا عارفين من الطبيعي إن احنا واحنا بنوزع العناصر اهي، وجدنا إن الاسكانديوم ده الاس لما بنيجي نوزعها بنحط فيها 2، ده الطبيعي ان هي بتاخد 2 الكترون، والدي بنكمل فيها عدد الالكترونات الباقيه. نيجي للكروم، وطبعا في عنصر معانا لسه قدام شويه هيجي طبعا دور ان احنا نتكلم عنه، وهو عنصر النحاس. العنصرين دول شاذين التوزيع. يعني ايه عنصر شاذ التوزيع؟ يعني لما نيجي نوزع ما نحطش في الاس 2 زي ما احنا بنحط في بقيه العناصر، لا هنحط في الاس الكترون واحد بس، وهنحط في الدي 5 الكترونات، تمام. دي طبعا عليها تعليله مهمه جدا، ليه الكروم والنحاس شاذين التوزيع، هنقولها من دلوقتي برضو، لان لما نيجي برضو نتكلم على النحاس في التوزيع هنلاقي برضو ان الاس فيها واحد بس، النحاس هيبقى الدي فيها 10. ليه الكلام ده بيحصل مع الكروم والنحاس؟ لو نلاحظ ان هنا في الكروم الدي فيها 5، وقدام في النحاس هنلاقي الدي فيها 10. نلاحظ طبعا او احنا عارفين المعلومه ان الدي اصلا بتشيل 10 الكترونات، يعني ممتلئ بالالكترونات كده لو هو فيه 10، لكن الدي لما بيبقى فيها 5 بيبقى نصف ممتلئ، يعني فيه 5 الكترونات بس، ودول حالتين، ومعاهم حاله ثالثه كمان لما يبقى الدي فارغ يعني ما فيهوش الكترونات. الثلاث حالات دول هنحطهم على جنب كده، الثلاث حالات دول مهمين جدا، اللي هو الدي فارغ، الدي فيه 5 الكترونات يعني نصف ممتلئ، الدي فيها 10. التلاتة دول مهمين جدا، هنسيبهم كده قدامنا فترة لان احنا هنحتاجهم بعد كده. العنصر لما بنيجي نوزعه او الايون اي حاجة، لما بنيجي نوزع الحاجة اللي قدامنا ونلاقي الدي بتاعتنا في اي حالة من الحالات التلاتة دول، بنقول ان ده دي حالة اكثر استقرارا او اكثر ثباتا. وطبعا في الحالة دي ما نقدرش ان احنا طالما العنصر ده بيوصل لحالة الاستقرار والثبات نوصلها له باي حالة بقى احنا نقدر نعملها. فالحالة الحاجة اللي احنا نقدر نعملها ان احنا ناخد الكترون من الاس ونوديه على الدي علشان يبقى فيه 5 نوصل لحالة الاستقرار. في حالة النحاس نفس الكلام، احنا اخدنا برضو الكترون من الاس حطيناه مع الدي اللي هم طبعا الطبيعي ان هو يكون موجود في 9، لا خليناه 10 عشان نوصل برضو لحالة الاستقرار. عشان لما يجي يقول لي علل بيشذ عنصري الكروم النحاس عن التوزيع عن بقيه العناصر السلم النقليه الاولى، هقول ان في حاله الكروم بيبقى المستوى الفرعي 3 دي فيه 5 الكترونات وده نصف ممتلئ، اما في حاله النحاس بيبقى المستوى الفرعي دي تام الامتلاء وده بيبقى فيه 10 الكترونات ودي من اكثر حالات الذره استقرارا، تمام. طيب نيجي نتكلم عن الكروم بقى، كلام نظري بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه، بنقول ان الكروم ده عنصر من العناصر بتتميز بان هو شديد النشاط، عنصر على درجه عاليه جدا من النشاط، بس في نفس الوقت بيقول لي ان هو بيقاوم فعل العوامل الجويه. يعني ايه الكلام ده؟ جمله تقريبا متناقضه، يعني ايه عنصر نشط وفي نفس الوقت بيقاوم فعل العوامل الجويه؟ قال الكروم ده اول ما بيجي كده يتعرض لاكسجين الهواء الجوي، ادي عنصر الكروم، بيروح مكون على طول طبقه حواليه كده من الاكسيد. الطبقه دي بتعمل ايه بقى؟ بتمنع التفاعل مع اكسجين الهواء الجوي، بس الطبقه دي ليها ميزتين. الميزه الاولى ان الطبقه دي غير مسميه، ما فيهاش مسمات، وفي نفس الوقت الطبقه دي حجم الجزيئات بتاعتها اكبر من حجم جزيئات العنصر نفسه.
يبقى لما اجي ارد على التعليله دي اقول له ليه الكروم شديد النشاط او على درجه عاليه من النشاط لكنه يقاوم فئه العمل الجويه، هقول له لان الكروم ده بيكون طبقه من الاكسيد على سطحه، الطبقه دي غير مسميه، الطبقه دي حجم الجزيئات بتاعها اكبر من حجم جزيئات العنصر نفسه، وبالتالي بتمنع او بتوقف التفاعل مع الاكسجين الهواء الجوي. تمام، ده عنصر الكروم. طبعا ليه مركبات وليها استخدامات برضو، اللي هو مثلا زي اكسيد الكروم الثلاثي اللي هو رمزه Cr2O3، وده بنستخدمه في عمل الاصباغ. في عندنا مركب اللي هو ثاني كرومات البوتاسيوم اللي هو رمزه K2Cr2O7، وده عباره عن ماده مؤكسده. دول بس المركبات اللي احنا عندنا في عنصر الكروم، وبكده احنا اتكلمنا تقريبا عن كل الكلام عن عنصر الكروم. نيجي للعنصر رقم 5 معانا، وهو عنصر المنجنيز اللي هو Mn، وده عدد الذري 25. تمام، نفس التوزيع برضو بتاعنا اللي هو Ar18 ال4s2 3d، كده هيبقى فيه كام؟ فيه 5. ده التوزيع بتاع المنجنيز. عنصر المنجنيز معانا من العناصر اللي هو بيتميز بان هو عنصر هش جدا، عشان كده قال ان هو لا يستخدم في حالته النقيه. يعني لما نيجي نستخدم المنجنيز كعنصر لوحده ملوش اي استخدامات. ليه؟ لما يجي يقول لعلل اقول له عنصر يتميز بالهشاشه الشديده. طب لما نيجي نستخدمه ازاي؟ قال لي نستخدمه في صوره سبائك او مركبات. زي ايه مثلا؟ قال لي المنجنيز ده بيدخل في سبائك مع الالومنيوم. السبيكه دي بتدخل في صناعه ايه؟ قال لي في صناعه عبوات المشروبات الغازيه، الكنزات اللي احنا بنشربها دي الهيكل بتاعها ده مصنوع من سبيكه من المنجنيز والالومنيوم. ليه؟ قال لك ان هي السبيكه دي الاثنين مع بعض وجدوا ان هي بتقاوم التاكل. الالومنيوم لوحده مش كافي ان هو يقاوم التاكل بتاع الماده نفسها اللي بتتحط فيه، لكن المنجنيز معاه وجدوا ان هي بتقاوم التاكل للسبيكه الاثنين مع بعض. ده بالنسبه لاستخدامات المنجنيز. تاني استخدام معانا ان المنجنيز قالوا ان هو بيدخل برضه في سبيكه تانيه مع الصلب، وجدوا ان السبيكه دي بتدخل في صناعه خطوط السكك الحديديه. السبيكه دي بتتميز بالصلابه الشديده، يعني احنا الصلب عارفين ان هو عنصر طبعا صلابته عاليه، المنجنيز مع الصلب بيزود الصلابه كمان، قالوا ان هو الصلابه دي بتبقى شديده جدا، علشان كده بيستخدموها في السبيكه دي في صناعه خطوط السكك الحديديه. ده بالنسبه للمنجنيز. طب نيجي نتكلم عن مركباته. قال احنا عندنا مركب اللي هو رمزه MnO2، وده اسمه ثاني اكسيد المنجنيز. المركب ده عامل مؤكسد قوي، كمان من ضمن استخداماته بيدخل في صناعه العمود الجاف. المركب الثاني اللي معانا وهو مركب برمنجانات البوتاسيوم KMnO4، المركب ده او الماده دي بتستخدم كماده مؤكسده. عندنا الماده رقم 3 معانا من مركبات المنجنيز وهي كبريتات المنجنيز MnSO4، الماده دي بتستخدم كمبيد للفطريات. تمام، دي المركبات الثلاثه من مركبات الكروم اللي احنا عندنا موجوده في المنهج، احنا بندرس الاستخدامات بتاعتها. العنصر رقم 6 معانا من العناصر وهو عنصر الحديد. الحديد عدده الذري 26، الحديد توزيعه نفس الكلام Ar18 4s2 3d6، ده التوزيع بتاع الحديد. الحديد طبعا من العناصر مش هنتكلم عنه كتير دلوقتي، لان احنا عندنا النص التاني من الباب، كل الباب ده المقسوم طبعا نصين، النص التاني بيتكلم عن الحديد لوحده، طبعا ده كلام كبير جدا جدا. طبعا معدلات الحديد اللي احنا عارفين يعني اغلب الناس عندها مشاكل او بتقلق جدا من معدلات الحديد، لا هنتكلم عنها النهارده وهنعرف نظبط المعدلات بتاعتها ونشوف بتتعمل ازاي. الكلام النظري بس البسيط اللي هنتكلمه عن الحديد، طبعا الحديد عارفين ان هو من عناصر بيعتبر العصب بتاع الصناعات عندنا طبعا كلها داخل فيها الحديد. استخدامات العناصر استخدامات الحديد طبعا في الصناعات، طبعا زي صناعه الخرسانات المسلحه، صناعه السكاكين، ادوات الجراحه، صناعه المواسير البنادق والالات، كل دي استخدامات من استخدامات الحديد. عندنا ليه استخدامات ثانيه، قال ان الحديد ده بيدخل كعامل حفاز في تحضير غاز النشادر او غاز الامونيا، طبعا الطريقه دي اسمها طريقه هابر بوش. كمان الحديد ده برضو بيدخل في عامل حفاز برضو، بيدخل في تحويل الغاز المائي الى وقود سائل، والطريقه دي بيسموها طريقه فيشر تروبش، عشان برضو لو سالني على اسم الطريقه او سالني على التحضير نفسها، طبعا تحضيره هابر بوش بتاعه غاز النشادر قدام شويه هناخدها وهندرس المعادله بتاعتها بالتفصيل ونشوف بيشتغل فيها الحديد كعامل حفاز ازاي. ده كل الكلام ده دلوقتي بس مبدئيا عن الحديد. العنصر رقم 7 معانا من العناصر وهو عنصر الكوبالت، وده رمزه CO، وده عدده الذري 27. التوزيع بتاع الكوبالت Ar18 4s2 3d7، ده عنصر الكوبالت. اول ما بنتكلم على الكوبالت بنقول ان هو عنصر بيشبه الحديد،
بيشبه الحديد في ايه؟ قال لي ان هما كلاهما قابله للتمغنط، دي خاصيه موجوده، خاصيه فيزيائيه موجوده في العنصرين، عشان كده بيدخلوا الكوبالت ده في صناعه المغناطيسات، وطبعا الحديد نفس الكلام بيخش في صناعه المغناطيسات، دي حاجه مميزه ما بينهم هما الاثنين. طيب ايه اللي بيميز الكوبالت؟ قال ان الكوبالت ده عنصر من العناصر له نظائر، له 12 نظير مشع، اهم نظير في النظائر دي كلها الكوبالت 60. مين بقى الكوبالت 60 ده؟ ده نظير من نظائر الكوبالت اللي هم ال 12 اللي قلنا عليهم، ليه استخدامات، ليه ثلاث استخدامات مهمين جدا. اول استخدام قال لي بيستخدم في حفظ المواد الغذائيه، تاني استخدام بيستخدموه في الكشف عن مواضع الشقوق والحام الوصلات، تالت استخدام بيستخدموه في الطب في الكشف عن الاورام الخبيثه وعلاجها. وطبعا هيجي يقول لي علل اي تعليله من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، او ممكن يجمعني الثلاثه مع بعض ويقول لي ليه الكوبالت 60 بيستخدم في حاجه من الحاجات الثلاثه دول. هنقول ان الكوبالت ده بتصدر منه اشعه اسمها اشعه جاما، الاشعه دي لها قدره عاليه جدا على النفاذ، علشان كده بيستخدموها في الثلاث استخدامات اللي قلنا عليهم، حفظ المواد الغذائيه، في الكشف عن مواضع الشقوق والحام الوصلات، ثالث استخدام في الطب زي ما احنا قلنا في الكشف عن الاورام الخبيثه وعلاجها. ده بالنسبه للكوبالت واستخداماته والكوبالت 60. العنصر رقم 8 معانا من العناصر وهو عنصر النيكل. عدد الذري 28، التوزيع بتاعه برضو نفس الكلام AR 18 4S2 3D 8. النيكل ده برضه من العناصر اللي ليه ميزه مهمه جدا، دايما هتلاقي اغلب استخدامات النيكل ده في عمليات الطلاء، لان هو طبعا اي حاجه بيتم طلاها بالنيكل المفروض النيكل ده من العناصر اللي هي بتدي الحاجه شكل افضل، وفي نفس الوقت بيقاوم التاكل، عشان كده دايما بيستخدموه في عمليات الطلاء. قال ان هما بيستخدموا النيكل ده مع الصلب في سبيكه، السبيكه دي بتتميز بالصلابه وفي نفس الوقت بتقاوم التاكل، وليها استخدام كمان مهم جدا بيستخدموها في حفظ الاحماض. من ضمن استخدامات النيكل برضه بيستخدموه في سبيكه مع الكروم، سبيكه النيكل كروم دي بيستخدموها في صناعه ملفات التسخين اللي طبعا بنستخدمها في الافران الكهربيه، وجدوا ان هي بتتحمل درجات الحراره العاليه حتى وهي مسخنه لدرجه الاحمرار. كل دي طبعا استخدامات عمالين بنتكلم فيها بسرعه شديده، طبعا الحاجات دي كلها نظري، طبعا الطلبه لو قرت الكلام ده كله يعني الموضوع طبعا مش محتاج ان احنا نتكلم في تفاصيل اكتر من كده فيه، عشان بس زي ما انا قلت لكم في الاول الوقت هيبقى مهم جدا في ان احنا نتكلم في حاجات اهم بكتير جدا من الكلام ده قدام شويه. نرجع تاني للنيكل، عنصر النيكل ده من استخداماته برضو قالوا بيستخدموه في سبيكه برضو كمان مع الكادميوم، عنصر الكادميوم كنا لسه شفناه من شويه اللي هو موجود في نهايه السلسله الانتقاليه الثانيه، قالوا ان النيكل ده بيخش في سبيكه مع الكادميوم، السبيكه دي بيستخدموها في صناعه البطاريات القابله لاعاده شحن، دي من ضمن استخدامات برضو النيكل في سبيكه مع العناصر الباقيه. ده بالنسبه لاستخدامات النيكل والحاجات اللي هو بيدخل في صناعتها عنصر النيكل. طيب نيجي بقى لعنصر رقم 9 معانا وهو عنصر النحاس. النحاس Cu عدد الذري 29، لما نيجي نبص للتوزيع بتاعه AR 18 4S 1 3D 10. طبعا ليه 4S1؟ زي ما احنا قلنا من شويه لما كنا بنتكلم عن عنصر الكروم قلنا ان الكروم والنحاس شاذين التوزيع، يعني ايه عنصر شاذ التوزيع تاني؟ ان ال4S ده بيبقى فيه الكترون واحد بس، ليه؟ زي ما احنا قلنا اهو لسه موجود معانا الكلام اهو تاني، ان احنا قلنا لو لقينا ان الدي فارغ او الدي نصف ممتلئ او الدي تم الامتلاء، اي حاله من الحالات الثلاثه دول لو شفناهم معانا بنقول ان العنصر ده اكثر استقرارا او اكثر ثباتا، عشان كده النحاس بنعمله التوزيع اللي قدامنا ده. ده بالنسبه لعنصر النحاس. النحاس ده برضو من العناصر المميزه شويه في ايه؟ قالوا ان النحاس ده عنصر تاريخي. يعني ايه عنصر تاريخي؟ ان هو اول عنصر عرفه الانسان، علشان كده النحاس ده من العناصر المميزه شويه، واحنا عارفين طبعا النحاس ده عنصر رقم واحد في صناعه الكابلات الكهربيه او بيستخدموه في صناعه الدوائر الكهربيه، عنصر شديد التوصيل للكهرباء. طبعا النحاس من العناصر برضو اللي لها غير استخدامات صناعه الكابلات الكهربيه والدوائر الكهربيه، قالوا ان ليه مركبات مهمه جدا النحاس، عندنا مركبين اتنين بس عندنا في المنهج، اول مركب معانا من مركبات النحاس وهو محلول اسمه محلول فيهلينج. محلول فيهلينج ده مركب من مركبات النحاس، المحلول ده بيستخدموه في ايه؟ قالوا بيستخدموه في الكشف عن سكر الجلوكوز، عندنا سكر الجلوكوز ما نعرفش اذا كان هو سكر الجلوكوز ولا لا، قال لي هنجيب محلول فيهلينج ده ونحط المحلول فيهلينج ده على السكر اللي قدامنا ده، وقال لي ان لو لقينا اللون بتاعه اتحول من اللون الازرق للون البرتقالي يبقى ده معناها ان اللي معانا ده فعلا سكر الجلوكوز، وده من اهم استخدامات محلول فيهلينج. ممكن اقول لعل بيستخدم محلول فيهلينج في الكشف عن سكر الجلوكوز، اقول له ايه؟ اقول له ان محلول فيهلينج ده بيتحول لونه من اللون الازرق للون البرتقالي، ده طبعا بيستخدموه في الكشف عن سكر الجلوكوز. المركب الثاني اللي معانا من مركبات النحاس وهو
ال CuSO4، وده مركب اسمه كبريتات النحاس الثنائي. المركب ده ليه 3 استخدامات. استخدام مميز شويه وهو مبيد للفطريات. فاكرين بقى كنا بنتكلم عن مبيد الفطريات ده من شويه فين؟ المركب اللي احنا كنا بنتكلم عنه هو المنجنيز، او احد مركبات المنجنيز اللي هو ال MnSO4، وعندنا برضو ال CuSO4. الاثنين بيجمعهم وظيفه واحده بس اللي هي مبيد الفطريات، والاثنين كبريتات، علشان برضو اتعلم معانا من دلوقتي ان الاثنين كبريتات منجنيز ثنائي وكبريتات نحاس ثنائي، الاثنين مبيد الفطريات. زياده هنا في كبريتات النحاس استخدامين كمان، وبيستخدموه كمبيد للحشرات، وكمان بيستخدموه في عمليه تنقيه مياه الشرب. ده بالنسبه للنحاس اللي هو العنصر رقم 9 معانا. نيجي لاخر عنصر معانا وهو عنصر الخرسين، وهو الزد ان 30. عنصر الخرسين ده توزيعه زي بقيه العناصر AR 18 4S2 3D 10، وده اخر عنصر معانا من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. العنصر ده برضو ليه ميزه مهمه جدا. ايه هي بقى الميزه دي؟ الميزه بتاعت الخرسين ان هو بيستخدموه في عمليه اسمها عمليه الجلفنه. يعني ايه جلفنه؟ يعني تغطيه. يعني مثلا انا عندي عنصر، هو انا عايز اغطي العنصر ده علشان احميه من الصدأ والتآكل. علشان نحمي العنصر ده من الصدأ والتآكل، قال لي هنجيب الخرسين ده ونعمل له تغطيه للعنصر اللي معانا. طبعا العمليه دي نفسها اسمها عمليه الجلفنه، ما بيقومش بها غير عنصر الخرسين بس. طبعا في عناصر ثانيه، بس العمليه نفسها اسمها عمليه الجلفنه، ما بيقومش بها الا عنصر الخرسين. ممكن نعمل تعريف للجلفنه، نقول هي عمليه تغطيه بعض الفلزات او بعض العناصر بعنصر الخرسين لحمايتها من الصدأ والتآكل. طبعا ده بالنسبه للخرسين كعنصر. عندنا مركبين اثنين من مركبات الخرسين اللي هم الزد ان او، ده اول مركب معانا. الزد ان او ده اكسيد الخرسين، وده بيستخدموه في صناعه الطلاءات وصناعه المطاط ومستحضرات التجميل. المركب الاخير معانا وهو الزد ان اس، وده مركب اسمه كبريتيد الخرسين، وده بيستخدموه في صناعه الطلاءات المضيئه او شاشات الاشعه السينيه. بكده قدرنا نتكلم سريعا كده عن العناصر الانتقاليه بتوعنا اللي في المنهج، اللي هم العشر عناصر، بدايه من الاسكندم زي ما احنا قلنا لحد الخرسين. تعرضنا لكل الاستخدامات بتاعت العناصر ومركباتها. هنبدا بعد كده نكمل في الخواص بقى بتاعت العناصر دي، ونشوف اهم الحاجات اللي موجوده فيها واهم النقط اللي موجوده فيها.